احنا مجمعين النهارده علشان نحتفل، وانا شخصيا برفض اي كلمه واي تعبير عن المقاتل البطل الشهيد اللي صد بروحه وجسده على مصر غير ان احنا نفرحه. احنا فعلا جايين النهارده الحفله، جايين نحتفل بالبطل ده، احنا وكل اخواته وكل اهله وكل مصر وكل المصريين اللي عايشين في امان بسبب ان البطل ده صد عنهم.